بهذه المناسبة باسمي وباسم السيد رئيس أمن ولاية بجاية وكل موظفي الشرطة لأمن ولاية بجاية أقدم تهاني الخالصة لكل لشعب أمن ولاية بجاية وكل الشعب الجزائري. عيد مبارك لكم وأتمنى لكم عيدا سعيدا ودمتم في رعاية الله وحفظه. بمناسبة عيد الفطر أتوجه بالتهانية لكافة الشعب الجزائري خاصة الأمن الوطني، وأدعو جميع المواطنين بالتحلي اليقظة نظرا للظروف الصحية. علينا بالتباعد الاجتماعي وشكرا. باسمي وباسم زملائي السلام عليكم. صح العيد نوان أكون دينا صح العيد نوان خاصة الأولين في قايث الجزائر عامة والأمة تسلم مرة أسينا صح العيد نوان كل أسكس غدا بخير وعلى خير. أكون دقار يعني تعاون ثانا خدمة لي بافيت نوان لهلاك أيضا يعرن إلى أفوس كفوس صحيتو أعطيكم صحة. مناسبة عيد الفطر مبارك، نتمنى كاع الشعب الجزائري عيد مبارك، وللشعب الجزائري عامة وأسرة الأمن الوطني خاصة، وبارك الله فيك. بالنسبة للاعب مزيان أوندينا صح لاعب ونكويدي لي زالجيريان كومبلي أوندينا صح دار في منوان خدمت لي بافات وصح لاعب ونكويدي. السلام عليكم. صح لاعب ونكويدي مثل دام التعيد ما ترنو ما شاء الله أقلنا هذه خدام ومازال نخدم إن شاء الله أكون يعين ربي. الله يبارك. نتمنى للشعب الجزائري بهذه المناسبة عيد مبارك، عيد سعيد إن شاء الله، ينعاد علينا بالصحة والهناء على كامل الأمة، وربي يرفع علينا إن شاء الله هذه الأمة إن شاء الله. شكرا. الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ملازم أول الشرطة مؤمن عبد الحق رئيس فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولاية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. بمناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم إلى الشعب الجزائري وكافة الأمة الإسلامية بأحر التهاني، راجيا من المولى أن يغفر لنا ولهم ويتقبل منا ومنهم. عيدكم مبارك للجميع. أغتنم الفرصة لتوجيه نداء للمواطنين والمواطنات بالالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار هذه الجائحة في الوسط المجتمعي. التزموا بإجراءات والتدابير المزداد في هذا الشأن. وفي الأخير عيدكم مبارك والسلام عليكم. أنا برجو سيد موقع 41.
باقي فما كنا 41 مبلغ ولا فين 41 اشتري الملكي 43 وضعها 55 الحدا